السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيانه، تكون اموركم مزيانه ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه مريم المتنوعه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه. هذه الوصفه هذه من انجح الوصفات لعلاج تساقط الشعر وعلاج القشره، وفي نفس الوقت كتطول لنا الشعر ومقويه للشعر بمكون واحد فقط. كنحتاجوا العشبه ديال الزعتر فقط. هذه العشبه هذه ديال الزعتر غنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم اللي كينشطوا لنا البصيلات ديال الشعر، اللي كيخليو الشعر يبدا في النمو، ويعني هو مضاد للفطريات وكيتعتبر ماده مطهره ومنشطه لنمو الشعر. كينشط لنا الدوره الدمويه، والزعتر يعني كيقضي لنا على القشره بصفه نهائيه وكيقوي لنا الشعر اللي كيكون ضعيف، كيمنع لنا التقصف، كيعالج لنا تساقط الشعر، وفيه واحد الماده اللي كتعمل على تغميق لون الشعر وكيعطي النعومه للشعر ديالنا، وكيحافظ لنا على نظافه فروه الشعر ديالنا، ورائع في تنظيف الفروه ديال الشعر. المهم شنو كندير لهذا الزعتر؟ كنجيب واحد الكاسرونه كنوضع فيه واحد تقريبا هنا نصف كاس ديال الزعتر عندي هنا غاسلاه، وكنوضع ليه واحد ثلاثه الكيسان ديال الماء. هاد الزعتر هذا كنوضعوه فوق البوطة على النار متوسطة، ونخليوه يطبخ لينا مزيان حتى كيطلق لينا دوك الفوائد ديالو، وداك الماء كيتغير لينا اللون ديالو. كيف ما كتشوفوا الاخوات ديالي، من بعد ما غلينا داك الزعتر مع هاد الماء هذا كيولي عندنا الماء على هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نصفيه بعد ما صفيت هذاك الزعتر كنحصل على هذا الماء هذا. دابا غادي نخليه يبرد لينا، نكبوه في شي كاس ونخليه يبرد لينا. ومن بعد ما برد ليا داك الماء تماما ديال الزعتر، كنحتاج معاه واحد الرشاش يعني يكون خاص بالشعر، يكون من الاحسن ديال الزجاج، وكنبقى نفرغ داك الماء ديال الزعتر، وكنسد هذا الرشاش هذا جيدا، وكنبقى نحرك هاد الرشاش بهذا الشكل هذا فين ما نبغي نستعمل هاد الماء ديال الزعتر. نبقى نحرك الرشاش ديالنا ديال الشعر. بالنسبه لطريقه الاستعمال كاين جوج ديال الطرق. بالنسبه للطريقه يعني الاولى، كنبقى نرش هاد الماء هذا في الشعر ديالنا وكنركز على الفروه، وكنبقى ندلك ديك الفروه ديال الراس باطراف الاصابع بحركات دائريه، وكنبلق الشعر ديالي باكمله وحتى الاطراف. وديك الساعه كنخليوه المده ديال 5 دقائق وكندخلوا نغسلوا الشعر ديالنا. هذه الطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه، بامكاننا نستعملوه كشطفه اخيره بعد غسل الشعر، يعني من كنغسلوا الشعر ديالنا عادي بالشامبوان نديروه هو الشطفه الاخيره، من نغسلوا الشعر ديالنا من كنشللوه نشللوه التشليله الاخيره بهذا الماء هذا. هذا الماء هذا راه مفيد جدا للشعر ديالنا. مهم بغيت نضيف واحد الاضافه بالنسبه لهذا الماء هذا، اللي بدينا كنستعملوه يعني مده وحنا كنستعملوه في الشعر ديالنا، وبدات تجينا الحكه في الفروه ديال الراس. هذيك الحكه نتيجه لان الشعر بدا كيظهر لنا في الاماكن الخفيفه اللي كاينه في الراس ديالنا، ولكن الا استمرت الحكه يعني بقات فينا الحكه ما توقفاتش، ضروري خصنا نتوقفوا على استعمال هذا الماء هذا ديال الزعتر. الوصفه راه زوينه بزاف للشعر، يعني رائعه للشعر ديالنا. كنتمنى البنات تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا، والفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوا الوصفه وتلقاو النتيجه اللي تعجبكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. ديروا لي لايك وخليوا لي تعليق. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.